بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم على البيزك اميونيتي. تمام كده، الصوت واضح ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة هنبدأ في الفيديو ده، أقول لكم بس على البيزك اميونيتي شوية حاجات كده، كونسبتات نحطها في حياتنا، وقلت برضه أصب عليكم فيديو كده. تمام، او امس عليكم يعني بمناسبه الفالنتين وكده، فانا ما لقيتش حد يكلمني ولا يقول لي حاجه، فقلت ايه انتوا حبايبي برضو واقول لكم على شويه حاجات في الاميونيتي كده. وفي حاجات في الاميونيتي اللي هي في حاجه الفاجوسيتوزيس محتاجه شويه رسم، برضو انا رسم لها شويه رسم اوريهم لكم ونتكلم كده، واقول لكم على اللي انا كنت شرحته في الريكورد، هعمله لكم برضو واقوله على السريع برضو في اول الفيديو، بحيث ان احنا بايه نبقى مع بعض كده، واقول لكم السكيما بتاعه الشابتر وكده. تمام، نبدأ مع بعض. أول حاجة البيزك اميونيتي، قلت لكم المنهج بتاعنا 10 محاضرات، شوية بيزك اميونيتي وشوية على الكلينيكال اميونيتي. أنا هعمل لكم أول مذكرة لما أول محاضرتين، تمام، على حسب ترتيبة المحاضرات. فترتيبة المحاضرات ليها علاقة بإيه؟ باللي أنا هشرحه. في حاجات هتبقى ليها بشرح ليها علاقة بشرح أنا، معتمدة على حاجات تانية، تمام، والاميونيتي كلها هتبقى معتمدة على بعضها. يعني ايه؟ يعني الاميونيتي كلها زي ما يلف في دايره مغلقه كده، من النت اميونيتي بتوصل للاكوارد اميونيتي كلها بتوصل لبعضها. تمام، فهنمشي برضو عشان نبقى عارفين احنا نمشي ازاي، عشان لو بعد كده لما انزل الريكوردات يبقى انتوا عندكم علم برضو بالموضوع. نبدا باول حاجه، هنراجع اللي احنا خدناه قبل كده. نبدا بالبيزك اميونيتي، قلت لكم في الاول هنتكلم على شويه تعريفات في الحصه. تمام، هنتكلم عن شويه تعريفات الاول. يعني ايه اميونيتي؟ اميونيتي هي الريسبونس بتاعه الجسم للباثوجين. تمام، اول تعريف عندنا اللي هو الاميونولوجي. يعني ايه اميونولوجي؟ اولوجي يعني علم، هو العلم اللي بيهتم بدراسه الاميونيتي. تمام، ذا ستادي اوف اميون سيستم. تمام، اللي بيهتم بالميكروبيال باثوجين، تمام، وتدميرها عن طريق الجسم. طيب تمام، طب الاميون سيستم يعني ايه؟ الاميون سيستم اي سيستم عندنا بيتكون من ايه؟ من سيلز، تيشو، اورجانز. تمام، دول كلهم مع بعض، وحاجه اسمها مولكيولز بتطلع عن طريق الجسم زي الانترليوكينز وهكذا، زي ما هناخدها فيما بعد زي السيتوكاينز وكده. تمام، وكل دول مرتبطين مع بعض عشان يملك في الاخر حاجه اسمها الاميون ريسبونس او الاستجابه المناعيه. طيب الاميون سيستم بيهاجم ليه؟ بيقول لك البادي ديفنس، ضد البادي ديفنس، ضد الانفكشوس ايجنت. طب الانفكشوس دي تبقى منين او منين؟ الانفكشوس انت عارفهم اللي هم البكتيريا والفيروس والفنجس والبارازايت، دول بسميهم انتيجين. انتيجين ليه؟ يعني ايه انتيجين؟ يعني نحط في جنب كده يعني ايه تعريف الانتيجين. الانتيجين هو اي حاجه بتعمل ايه؟ بتحس تحس المناعه، اي حاجه بتستيمولات المناعه، الاميون ريسبونس دي اسمها انتيجين. تمام، يبقى الفانكشن. طب نلخص بعد كل ده، الفانكشن بتاع الاميون سيستم ملخصها بايه؟ بريفنت الانفكشنز او ايراديكيت الانفكشن. يعني ايه بريفنت ويعني ايه ايراديكيت؟ بريفنت يعني نمنع انها تحصل اصلا. زي ايه؟ زي الجلد. الجلد عندك لو انتكت سكن، تمام، ده كده مش هيدخل الميكروبات. طب هو لو انت اتجرحت في السكن ده الميكروبات تدخل بسهوله. تمام، طب افترضنا ان الميكروبات دخلت، تعمل لها ايه؟ يعمل لها ايراديكيشن. تمام، هو بيحارب، هو بيقول لك الاميون سيستم بيحارب ضد السيريتس. السيريتس اللي هي المخاطر. المخاطر عندك ممكن تيجي لك بطريقتين. المخاطر تبقى عندي بكتيريا او فيروس او فانجس او باراسايت زي موجود في الصوره اللي عندنا دي، او ممكن تبقى من اندوجينس من جوه الجسم. عندك في كل يوم في جسم الانسان بتحول 20,000 خليه لخليه كانسر. تمام، بتتدمر عن طريق المناعه وانت ما تعرفش، ده برضو نوع من انواع المناعه. تمام، طب لو المناعه قلت ممكن يحصل لك كانسر بسهوله. تمام، فدي الحاجه اسمها الاندوجينوس سيريتس. طيب تمام، والصوره دي بتوضح الليمفويد تيشو على الجسم كله، اللي هي الثوراسيك داكت والسبلين والكلام ده. طيب تمام، ندخل بعد كده في الليمفويد تيشو. لا مش هندخل في دي، هندخل في حاجه ثانيه وبعدها هنرجع لدي. طيب هندخل بعد كده في السيلز بتاع الاميون سيستم. الاميون سيستم قلت لك بيتكون من سيلز وتيشو اورجانز وهكذا زي اي سيستم في الجسم. طيب اول حاجه السيلز بتاع الاميون سيستم جاي منين؟ والله السيلز بتاع الاميون سيستم عايزك تبص على الصوره دي، الاميون سيل جينيريشن بتيجي منين؟ بتيجي من حاجه اسمها البون مارو. البون مارو ده موجود اسمه نخاع العظام. نخاع العظام موجود في اي عظام؟ في اي عظام عن اللي نخاع العظام ده بيطلع ستيم سيل اسمها ايه؟ هيماتوبايوتيك ستيم سيل. هي ستيم سيل وخلاص. طيب الهيماتوبايوتيك ستيم سيل بتنقسم في اتجاهين، يا اما اتجاه ليمفويد بروجينيتور، يا اما اتجاه مايلويد بروجينيتور. تمام، طب الليمفويد
من اسمه ليمفويد، هتطلع ليمفويد تمام. طب المايلويد، المايلويد عندي هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي زي ما انت شايف كده، هتطلع لي ثلاث حاجات، يا اما ليوكوسايت اللي هو خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء والبليتليت الصفائح الدمويه تمام، ده اتجاه المايلويد. طب اتجاه الليمفويد هيطلع لي حاجه اسمها ليمفوسايتس تمام، او ليمفويد سيلز تمام، اللي هي ايه؟ البي سيل، البي ليمفوسايت، والتي ليمفو، البي ليمفوسايت والتي ليمفوسايت والناتشرال كيلر سيل تمام. تمام تحفظهم زي اسمك. اتجاه الليمفويد بيطلع لي ثلاث خلايا اللي هو البي والتي والناتشرال كيلر. طب ايه اللي انا كاتبه جنب التي ليمفوسايت ده؟ التي ليمفوسايت بتكون من حاجتين تمام، اسمها يا تي هيلبر سيل يا اما تي سايتوتوكسيك سيل. طب البي ليمفوسايت بتطلع لي في الاخر انتي بودي. طب الناتشرال كيلر دي خلايا بتقتل بوظيفه معينه، لا هنبقى نقولها مع بعدين ساعه ما يجي الكلام عليها. طيب يبقى انت تعرف اللي هو ايه، السيلز بتاع الايمين سيستم جايه من اتجاهين، يا اما ستيم سيلز طلعت ليمفويد طلعت بي وتي وناتشرال كلر، يا اما مش طريق طريق المايلويد طلع ليوكوسايت او اريثروسايت او بليتليت. طب الليوكوسايت عندي خمس انواع تعرفهم لغرض تمام، النيتروفيل بيزوفيل تمام ومونوسايت وماكروفاج. طب تعرف تقول لي الفرق ما بين المونوسايت والماكروفاج؟ الماكروفاج، المونوسايت والماكروفاج، المونوسايت هي الماكروفاج بس لما بتبقى في الدم اسميها مونوسايت، لما بتبقى في تروح للتشو اسميها ماكروفاج تمام، بندلعها لما تروح للتشو اسميها ماكروفاج، لما طالما هي ماشيه في البلد اسميها مونوسايت. وحاجه اسمها دندريتك سيل تمام، وهنعرف وظيفتها فيما بعد لما نيجي ندرس انتيجن بريزنتنج سيل في اخر المحاضره دي ان شاء الله. طيب تمام كده احنا عرفنا السيلز تمام. تعال نرجع بقى لايه، تعال نرجع للليمفويد اورجان، الليمفويد تشو اورجانز تمام. يعني ايه الليمفويد تيشو اورجانز؟ الاورجانز ديت بتقسم لحاجتين، يا اما بتبقى حاجه اسمها برايمري ليمفويد اورجانز يا سكندري ليمفويد اورجانز. ايه الفرق ما بين البرايمري ليمفويد اورجانز و سكندري ليمفويد اورجانز؟ عايزك تعرف الفرق ما بين ثلاث حاجات، حاجه اسمها النايف سيلز، وحاجه اسمها الاكتيفيتد سيل، وحاجه اسمها الافكتور سيل تمام. النايف سيل اللي طالعه لسه ما حصلهاش، حصل لها ماتيوريشن بس لسه ما قابلتش الانتجن، فسماها نايف او فيرجن تمام، سماها فيرجن سيل. طب لو لو حصل لها ماتيوريشن وديفرنشيشن تمام واتعرفت على انتجن اسميها اكتيفيتد او اللي هي ايه المحفزه تمام. تمام طب ما الافكتور، الافكتور دي اللي بتحمل الانتجن، اللي بتحمل كاري الفانكشن، اللي بتحمل الفانكشن، اللي بتحمل الفانكشن اسميها افكتور. يبقى الفرق ما بين الثلاث حاجات دول. طيب ماشي، عرفنا الفرق ما بين الثلاث حاجات، في حاجه اسمها برايمر ليمفويد اورجانز وسكندري ليمفويد اورجانز. البرايمر ليمفويد اورجانز تمام، قلت لك البون مارو منه اكيد ما لازم يكون منه، مش مش السيلز كلها طالعه منه، اكيد هو هو مطلع السيل دي تمام. وحاجه اسمها السايماس جلاند تمام، ودي جلاند موجوده في منطقه الاسترنم تحت الاسترنم على طول، وبيحصل لها ايه؟ اتروفي بين مرور العمر. طيب تمام، السكندري ليمفويد اورجانز، السكندري ليمفويد اورجانز بتمثل في ثلاث حاجات، يا اما ليمف نود، يا اما سبلين، يا اما ميوكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو، وهنعرف الفرق ما بينهم دلوقتي. طيب تمام، البرايمر ليمفويد اورجانز، البرايمر ليمفويد اورجانز قلت لك ده السايت اوف ماتيوريشن، السايت اوف جروث وماتيوريشن. طيب كل الخلايا بتنمو عندي فين؟ في البون مارو، فالبون مارو السايت اوف ديفلوبمنت بتاع كل الخلايا. طيب تمام، نيجي بقى للماتيوريشن، الماتيوريشن على حسب اللي بيطلع، اللي بيطلع البي سيل ماتيوريشن البون مارو. ليه؟ لان البون مارو بيطلع البي سيل، لقينا لما شفناه لقينا بيعمل ماتيوريشن لسيل سميناها ايه؟ سميناها بي سيل. ليه؟ لان اوله بي. طيب السايماس جلاند، السايماس جلاند بتيجي بيحصل ديفلوبمنت للتي ليمفوسايت في البون مارو وبعدين تروح للسايماس جلاند. السايماس جلاند تعمل لها ايه؟ تعمل لها حاجه اسمها ماتيوريشن وسيلكشن تمام. تمام، لما السايماس جلاند ديت اتعرفت على الخليه ديت سميناها تي سيل على اساس ان السايماس هي اللي بتكونها يعني تمام. تمام، يعني ايه بقى نيجي حاجه اسمها سيلكشن؟ يعني ايه سيلكشن؟ سيلكشن ديت قلت لك، نسيت اقول لك في الاميون سيستم ان هو بيعمل حاجه مهمه قوي في جسمنا، بيعمل حاجه اسمها ديسكريميشن. يعني ايه ديسكريميشن؟ ديسكريميشن عن تمييز. تمييز يعني ايه؟ يعني عندنا بيميز ما بين ايه؟ بيميز مثلا عندنا السيلف انتجن وحاجه اسمها نون سيلف انتجن. سيلف انتجن، سيلف انتجن هو الانتجن بتاع جسمك، زي ايه؟ زي الليفر سيل مثلا، ما ينفعش انت اجي كجسم ادمر الليفر سيل تمام. تمام، في بقى فلازم المناعه تفرق لي ما بين ايه؟ ما بين السيلف انتجن والنون سيلف انتجن تمام. تمام، طب لو ما قدرتش تميز السيلف انتجن من النون سيلف انتجن، ده هيحصل حاجه اسمها الاوتو اميون ديزيز، الامراض المناعيه اللي بتمرض تضرب جسمك، زي الروماتويد ارثرايتس، زي الحاجه اسمها الاف ام اف اللي هو الفاميليال ميديترينيان فيفر اللي هو حمى البحر المتوسط، والكلام ده كله، دي كلها اوتو اميون ديزيز، المناعه هي اللي بتضرب في الجسم تمام. تمام، فالتي لمفوسايت لما بتعمل لها ميتيوريشن بتحصل حاجه اسمها سيلكشن. سيلكشن بنعرفه ازاي؟ باسمه، يا اما بيبقى بوزيتيف واسميها بوزيتيف
سيلكشن يا اما نيجاتيف سيلكشن. ايه الفرق ما بينهم؟ البوزيتيف سيلكشن تمام لما نيجي نشوفها مع السيلف انتيجين مبدئيا بنلاقيها ما بترتبطش بالسيلف انتيجين، وبالتالي هي مش مضره للجسم، فايه التي ليمفوسايت تقول لك تمام حلوه دي تمام، يحصل لها ايه بوزيتيف سيلكشن تمام تمام طب النيجاتيف سيلكشن لو لقيناها بتعمل بتبايند افيشنت للسيلف انجن، وبالتالي هي ممكن تدمره تمام. فالجسم بيشغل حاجه اسمها اوتو اكتيفيت سيل، وبالتالي اوتو اكتيفيت تعملها ابوبتوز، ابوبتوز او سيلف سوسايد او سيل ديس، تعمل لها سيلف ديس سيل ديس او تموتها تمام تمام. ده الفرق ما بينهم بسهوله خالص ما بين البوزيتيف سيلكشن والنيجاتيف سيلكشن. بعد كده السكندري ليمفويد اورجانز اللي هي الليمف نود الليمف نود والسبلين والحاجه اسمها المالت اللي هو الميوكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو تمام تمام. الليمفوسايت تمام بيحصل لها ايه برايمري ليمفويد اورجانز، وبعد كده توصل بعد ما يحصل لها ماتيوريشن توصل للسكندري ليمفويد اورجانز عشان تعمل ايه؟ عشان تهاجم تقابل الانتيجين، لانها تقابل الانتيجين فين؟ عن طريق البلد تمام تمام. لا ساعه ما تقابل الانتيجين سماها الاميون ريسبونس او الاكتيفيتد سيل، ولما بتحمل الفانكشن بتاعتها بتسميها ايه؟ بتسميها الافكتور سيل. طيب تمام. ندخل بعد كده عنوان مهم اللي هو عنوان عادي عندك اللي هو الاميون سيل، دول هنعرفهم في مكانهم. تعرف الماكروفاجوسايت اللي هي الماكروفاج والنيتروفيل لسه هندرسها دلوقتي تمام. تعرف الاميون سيلز الانجين برزنتكس ثلاث حاجات اللي هو بنسميها الدامبلز تمام، اللي هو الدندريتك والماكروفاج والبي لينفوسايت. تعرف الليمفوسايت بتقسم لحاجتين، يا اما بي لينفوسايت يا اما تي لينفوسايت يا اما ناتشرال كيلر سيل. طيب ودي الديسكريميشن بتاع السيلف انجين والنون سيلف انجين تمام تمام، وبتميز ما بينهم لما بتقابل فورن انجين بيحصل اميون ريسبونس وتمام، لما بيتقابل سيلف انجين بيحصل نون اميون ريسبونس وما تعرفش تتعرف عليه. طيب بعد كده نخش في السكيما بتاعت شابترنا بقى عشان ناخد الشابتر ذات نفسه، ايه انواع الاميونتي والكلام ده كله. طيب تمام السكيما عندي اهي تمام. السكيما اللي انا عاملها لك البيزك اميونتي بتقسم لحاجتين، يا اما النت اميونتي يا اما ادابتيف اميونتي. النت اميونتي ايه؟ بتبقى عباره عن بناخد فيها حاجه اسمها كاركترز، بناخد كاركترز ليها في الاول، وبعد كده بنتكلم على الكومبوننت، وبعد كده بنتكلم على موضوع خاص من اسمه انتيجين بريزنتنج سيلز تمام. الكومبوننت بتتقسم لثلاث حاجات عندي، الثلاث حاجات عندي بتوع الكومبوننت يا اما باريرز يا اما سيلز يا اما سوليبل ديفنس تمام. الباريرز عباره عن فيزيكال بارير وكيميكال او بيولوجيكال بارير، السيلز فاجوسيتيك سيلز وناتشرال كيلر سيلز، وحاجه اسمها السوليبل ديفنس تمام. طيب طب الادابتيف اتب بتكلم عن نفس الثلاثه كومبوننت برضو اللي هي الكاركترز والكومبوننت وحاجه اسمها موضوع خاص اسمه الستيم سيل. تعرف تنقل السكيما ده عندك عشان دي ملخصه المذكره كلها اول محاضرتين تمام تمام. نرجع تاني للمذكره بتاعتنا. اول حاجه بنعرف التايبس اوف اميونتي. الاميونتي بتتقسم لحاجتين، يا اما النت اميونتي او مناعه خلقيه او انت مخلوق بيها تمام، او ناتشرال اميونيتي وبتبقى نون سبيسيفيك تمام، يا اما ادابتيف اميونيتي او مكتسبه او انت الجسم بيكتسبها لما بيهاجم الانتيجين تمام، مسميها سبيسيفيك اميونيتي او ادابتيف اميونيتي. طيب تمام، بقول لك ان بي الانيت والادابتيف اميونيتي بيتعاملوا مع بتعرفوا تمام، هتعرف على الانتيجين ده ازاي؟ بتعرفه عن طريق سيل سيرفيس ريسبتور، نظريه الافل والمفتاح، ان هي عنده ريسبتور ادى الباثوجين ادى عنده ريسبتور بيقفل عليه، يقفلوا مع بعض تمام، يمسكوا في بعض المناعه تيجي تدمره تمام تمام. بعد كده انا ناخد في الانيت اميونيتي، ناخد اول حاجه بقى في السكيما بتاعتنا اللي هي الكاركترز تمام. الكاركترز الانيت اميونيتي هو اول حاجه في جسمك بتقابل الباثوجين، فسميها الفيرست لاين اوف ديفنس تمام تمام. وبانها الفيرست لاين اوف ديفنس وبانها نون سبيسيفيك، فبالتالي الاميون بتاعتها الريسبونس بتاعتها تبقى عاليه جدا تمام تمام. طيب وبالتالي هي نون سبيسيفيك تمام. يعني ايه نيو ميموري؟ نيو ميموري يعني بتتذكر، يعني انا قابلك اول مره، انا قابلتك اول مره، انا قابلت ميكروب اهو النهارده تمام، دمرته، نفس الميكروب دخل بكره تمام، ولا كاني شفته قبل كده، اعالجه بنفس الطريقه بنفس اهاجمه بنفس الطريقه، ولا الاميون بتزيد ولا أي ولا الاميون ريسبونس بيزيد ولا الاميونيتي بتزيد ولا اي حاجه تمام. هي ما تعرفتش جاست انها انا اتعرفت عليك اول مره زي زي تاني مره زي تالت مره، مفيش ميموري سيل، ميموري سيل ما بتتذكرهاش تمام تمام. وبقول لك بريزنت في الهيلث انديفيديوالز تمام، دي معلومه برضو اكيد يعني بالبديهه كده اكيد لازم نكون عارفها اكيد في الهيلث انديفيديوال تمام تمام. اللي مهم عندي بقى الريكوجنيشن، بتريكوجنايز الميكروب بايه؟ بص عند في الرسمه اللي عندي ديت، ادي النيت سيل اهي، النيت سيل عليها قلت لك عليها ريسبتور عشان تتعرف على الباثوجين تمام. الريسبتور اللي اسمه بي ار ار اللي هو ايه؟ اللي هو الباترن ريكوجنيشن ريسبتور تمام. هو ايه الباترن ريكوجنيشن؟ لو جينا نترجمه بالعربي كده هو الريسبتور اللي بتعرف على الباترن تمام، الريسبتور المتعرف على الباترن تمام. طيب الباثوجين على ايه؟ الباثوجين على حاجه اسمها البامبس. بامبس يعني ايه؟ باثوجين اسوشيتد مولكولار باترن تمام تمام.
الباترن اللي متعلق على البصر، تمام؟ طب ده بتعرف عليه؟ بتعرف الريسبتور اللي بتعرف على الباترن، تمام. بس نعرفها كده، نعرف ايه؟ نعرف ان النت سيل او السيل اللي عندي عليها بس اسمه، عليها ريسبتور اسمه بي ار اه، تمام؟ وتعرف عليه، بتعرف على حاجه على الباثوجين اسمها بي بامبس، تمام؟ دي ام سي كيو. ودي ام سي كيو ممكن اقول لك، دي ممكن ام سي كيو اول تقابلنا، تمام؟ اللي فات ده كان كله كلام يعني عشان اعرفك يعني ايه اميونيتي وازاي اتعرف على المناعه والكلام ده كله. ليه ما دخلنا لسه ما دخلناش في حاجه في المناعه اصلا، تمام؟ بعد كده تاني حاجة في السكيما بتاعتنا الكومبوننت، كومبوننت بتاع النت اميونيتي، كومبوننت بتاع الاميونيتي يقوم ثلاث حاجات، يا اما بارير سيل انفكشن، يا اما نت اميونيتي سيل، يا اما سوليبل ديفنس، تمام. نبدأ بأول حاجة اللي هي البارير سيل انفكشن. يعني ايه بارير سيل انفكشن؟ بارير يعني حواجز، يعني حواجز ايه؟ يعني تمنع الباثوجين ان هو يدخل، تمام. نبدأ بإيه؟ أول حاجة من الحواجز ديت تلاقي ثلاث حاجات، يا اما فيزيكال، يا اما كيميكال، يا اما بايولوجيكال، تمام. ندخل في اول حاجه اللي هي الفيزيكال باريرز. الفيزيكال باريرز هي الحواجز اللي عندي موجوده بره خالص، تمام. فممكن تبقى عندي ايه؟ ممكن يبقى عندي في السكن، السكن عندي ابيديرمس، الابيديرمس ده بيطلع حاجه اسمها الكيراتينوسايت، الكيراتين ده بيمنع الميكروبات اللي هي تنمو على سطح الجلد، تمام، فيمنع دخول الميكروب لجوه. ده اول حاجه في الابيديرمس، تمام. وتاني حاجه الميوكوس ميمبرين. طب السكن في المناطق اللي فيها سكن، طب ما في مناطق ما فيهاش سكن زي مثلا فتحات البق، فتحات الانف، تمام، دول ما فيهاش سكن، امال في ايه؟ بيعملها حاجه اسمها ميوكس ممبرين. الميوكس ممبرين ده بيطرد، تمام، بيعمل ايه؟ بيعمل اديهيجن للمولوكيول، اديهيجن للمولوكيول. والمولوكيول طب يتطرد ازاي؟ يتطرد بقى بريفليكس مثلا، ان انت تكح، ان انت مثلا تعطس، ايه الكلام ده كله. يبقى دي اول حاجه زي الفيزيكال باريرز اللي هي الابيديرمز والميوكس ممبرين. تاني حاجه اسمها الكيميكال باريرز. الكيميكال باريرز بتتمثل عندي في حاجتين، يا اما حاجه اسمها مايكروسايدال ميكروز، يا اما حاجه اسمها بي اتش. البي اتش عندي البي اتش بتاع زي ما خدنا كده في الجنرال بكتيريولوجي، قلنا البي اتش بتاع نمو البكتيريا مثلا نيوترال، تمام، فما بتنموش الا في نيوترال، في وسط نيوترال، في وسط 7.10. طب لو خليت لها الوسط اسيديك زي مثلا في السكن، السكن اسيديك والاستومك اسيديك والفاجينا اسيديك باللاكتوباسيلس، تمام، فبالتالي هتنهبت الجروس اوف ماي باثوجين، فبالتالي الميكروبات مش هتنمو عليه، تمام. فدي البي اتش يعتبر من الكيميكال باريرز بتاعتي. طيب حاجه ثانيه اسمها مايكروسايدال ميوكيولز، ودي ميوكيول مولوكيولز بيخرجها الجسم، زي حاجه اسمها الالفا والبيتا ديفنسنج، دول موجودين في الريسبيراتور والجي اي تي، وحاجه اسمها اللايزوزايم. اللايزوزايم دي موجوده عندي في التيرز، في التيرز ما ينفعش ينمو عليها باثوجين، ما يقدرش ينمو عليها اللايزوزايم، هيدمر لي الباثوجين ده. حاجه اسمها الار ان ايز والدي ان ايز، الار ان ايز والدي ان ايز دولت بيشتغلوا على الار ان اي بتاع الخليه او الباثوجين بتاعي ويدمره لي، او الدي ان اي بتاعه يدمره لي. طب الالفا والبيتا بيشتغل على السيل ممبرين يعمل فيه بورز. اللايزوزايم بتدمر البيبتيدوجلايكان بتاع الخليه، فبالتالي ما تعرفش تنمو على جسم الانسان. اخر حاجه اسمها البيولوجيكال بارير. البيولوجيكال بارير اللي هي البكتيريا فلورا اللي موجوده عندك في جسم الانسان، دي بكتيريا مصاحبه لجسم الانسان، بيقول لك سيمبيوتيك ريليشن شيب ويز ذا بودي، تمام. موجوده فين؟ موجوده في السكن، موجوده في الجي اي تي، موجوده في الريسبيراتوري، موجوده في اليوروجينتال تراكت. ده بتعمل ايه؟ بتنهبت الاستابليشمنت اوف باثوجينيك ميكروب. يعني عشان خاطرك؟ لا، لان ديت بتعيش على النيوتريشن بتاع جسم الانسان، فبالتالي الكومنسال بكتيريا اللي عايشه دي بعيش على النيوتريشن بتاعتك ممكن تيجي تعرضها للباثوجينيك ميكروب، فهي تعمل ايه؟ تطلع حاجه مثلا زي البكتيريوسين اللي احنا خدناها في البكتيريا فلورا زي الشريشيا كولاي، تمام، فتعمل ايه؟ بكتيريوسين من اسمه، فبيروح يدمر لي البكتيريا. ليه؟ عشان البكتيريا ما تعملش كومبيت مع النيوتريشن بتاعتها، ما تاخدش النيوتريشن بتاعتها منها. فاللي عايزك تعرف عن البيولوجيكال بارير دي، كومنسال بكتيريا عايشه في جسمك وطيبه ومصاحبه لجسمك، تمام، فبتعمل ايه؟ بتعمل انهبيت الاستابليشمنت بتاع ايه؟ بتاع الباثوجينيك ميكروب. ده اللي انا عايزك تعرفه فيه مش اكتر. الكومنزال بكتيريا ممكن تحول لباثوجينيك في حاجتين، بطريقتين. اول حاجه لو غيرت مكانها، تاني حاجه لو مناعتك قلت، او انت مثلا خدت مثلا زي موضوع السوبر انفكشن، زي لما بتاخد انتيبيوتيك، لما بتاخد انتيبيوتيك كتير بكميه كبيره ممكن يدمر البكتيريا فلورا دي. لما يبقى تدمر البكتيريا فلورا، لما البكتيريا فلورا بتاعتي تتدمر، انا ما اعرفش، لما البكتيريا فلورا بتاعتي تتدمر
فالباثوجين الباثوجينيك ميكروب تلاقي وسط كويس لها انها تنمو، والكومنسال البكتيريا ما تعرضهاش، فبالتالي يعمل لك ايه؟ يعمل لك الديزيز. تمام، يبقى انا عايزك تعرف الباريرز انفكشن. الفيزيكال عباره عن ابيديرمس وميوكس ممبرين زي ما فهمتك كده. الكيميكال عباره عن بي اتش ومايكروسايدال ميوكيول. تمام، والبيولوجيكال عباره عن الكومنسال بكتيريا، ودي بتيجي في الام اس كيو على طول. بيقول لك ايه؟ بيقول لك مثلا، بيقول لك البيولوجي من البيولوجيكال بارير البكتيريا فلور. بيقول لك ايه؟ بارير بيحصل ايه؟ بيحصل في انهبت ليه الاستابليشمنت بتاع الميسوجينيك ميكروب، تقول له ده البيولوجيكال بارير. تمام، واللي بيستخدم فيها الكومنسال بكتيريا او الفلور. بعد كده هنتكلم على الانيت ايمونيتي سيلز. الانيت ايمونيتي سيل لازم تعرفهم الثلاث خلايا، تمام، اللي هم الفاجوسيتيك سيل والناتشرال كيلر سيل. الفاجوسيتيك بتتمثل عندي في حاجتين، يا اما اول خليه عندي اللي هي الماكروفاج، تمام، وتاني خليه عندي اللي هي اسمها النيوتروفيل. هناخد بقى يعني ايه فاجوسيتيك سيلز، وهناخد التايبس بتاعتها، وهناخد عمليه الفاجوسيتوزيس. تمام، خليكم معايا بقى مع في الموضوع ده، عشان الموضوع ده يعتبر من اسهل المواضيع في المذكره دي. اول حاجه هناخد يعني ايه فاجوسيتيك سيلز. يعني ايه فاجوسايت؟ يعني ايه فاجوسيتيك سيلز؟ هي السيلز اللي بتقدر تعمل ثلاث وظائف مهمين. اول حاجه اسمها تروجنايز الميكروب، ثاني حاجه تنجست الميكروب جواها، ثالث حاجه تدمر الميكروب جواها. تمام، لما بتقدر تعمل الثلاث خطوات دول بنسميها فاجوسيتوز. الفاجوسيتيك سيلز في خلايا كتير لها قدره انها تعمل فاجوسيتيك سيلز، بس احنا بنقول الماكروفاج والنيوتروفيل هم المين فانكشن بتاعتهم، بيعملوا فاجوسيتوزيس. تمام، يبقى احنا عندنا الفاجوسيتيك سيلز هي لها قدره انها تريكوجنايز الميكروب، تنجست الميكروب، تكل الميكروب، اللي بيقدر يعمل الثلاث خطوات دول اسموه فاجوسيتيك سيلز. طيب يعني ايه فاجوسيتوز؟ فاجوسيتوز هي البروسيس اللي بيحصل عن طريقها ان الفاجوسيت بتريكوجنايز وتنجست وتكل المايكرو اورجانيزم. طيب تمام، ناخد تاني حاجه اللي هي التايبس بتاعت التايبس بتاعت الفاجوسيتيك سيلز. قلت لك بتمثل في حاجتين، يا اما مونوسايت او مايكروفاج او نيوتروفيل. المونوسايت والمايكروفاج قلت لك هم انما المونوسايت، فرق المونوسايت عن المايكروفاج ان المونوسايت بيستركيوليت في البلد وتنجست الميكروب في البلد، لو خدته في البلد اسميه مونوسايت. تمام، طب لو راحت للمايكرو، لو راحت للتشو اسميها ايه؟ اسميها ماكروفاج. عايز اخد وتكتب ورايا المقارنه ديت، عشان مقارنه في غايه الاهميه وممكن تيجي لك في الامتحان. مقارنه ما بين ايه بقى؟ ما بين الماكروفاج والنيوتروفيل. عايزك تعرف المقارنه ما بين الماكروفاج والنيوتروفيل ديت وتكتبها عندك. اول حاجه ما بين الماكروفاج والنيوتروفيل، قلت لك الماكروفاج دي موجوده في التشو. تمام، امال النيوتروفيل؟ النيوتروفيل موجوده في الاثنين، موجوده في الماكروفاج، موجوده في التشو اسف، موجوده في البلاط، تقدر تمشي في التشو وتقدر تمشي في البلاط. طيب تمام، طيب النيوكلاس هنا شكلها ايه والنيوكلاس هنا شكلها ايه؟ النيوكلاس هنا 1 نيوكلاس بس في الماكروفاج، انما في النيوتروفيل اسمها بوليمورف نيوكلير سيل، ودي انت يمكن خدتها في الباثولوجي. تمام، دي بتاعت ايه؟ بتاعت الاكيوت انفكشن، لسه هنقول الحته دي دلوقتي. تمام، اسمها بوليمورف نيوكلير سيل، بوليمورف لانها كذا نيوكلاس. طيب تمام، عدد الماكروفاج في الجسم بالنسبه لليوكوسايت بتمثل 5%، وبالتالي ده عدد قليل جدا او فيو. تمام، او امال النيوتروفيل؟ النيوتروفيل بتمثل من 60 ل 75% وده نيومرس، عدد نيومرس. تمام، فبالتالي نهي الاقوى دي اقوى. الماكروفاج اقوى بكتير من النيوتروفيل. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان النيوتروفيل اهم من الماكروفاج 1000 مره. ليه؟ لان النيوتروفيل عندنا حاجه في المناعه، حاجه اسمها الكثره تغلب الشجاعه. تمام، فالكثره تغلب الشجاعه ليه؟ هم بما انهم اكتر فهم اللي موجودين في حاله الاكيوت انفكشن. الاكيوت انفكشن تلاقي هجوم من النيوتروفيل بطريقه غبيه على الباثوجين. تمام، فبالتالي هم اهم عندي في الاكيوت انفكشن، النيوتروفيل اهم عندي في الاكيوت انفكشن. اما الماكروفاج، دي الماكروفاج في حاله الكرونيك انفكشن وهكذا، وانت خدت الكلام ده اكيد في الباثولوجي. تمام، الاثنين بيحتووا على حاجه مهمه جواهم جدا، اللي احنا شايفينها في الصوره دي، اسمها لايزوزومال جرانيول. لايزوزومال جرانيول هي لها القدره انها القوه القاتله بتاعتها، فبالتالي تقدر تقتل الميكروب. تمام، بعد كده الفرق الاخير ديت، عايزك تحط كونسبت في دماغك كده، الحاجه اللي بتمشي في اللي تقدر تمشي في البلد ايه؟ اسمها اكسترا سيلولار. تمام، طب اللي يوصل للتشو اسمه انترا سيلولار. تمام، يبقى النيوتروفيل عندي موجوده في البلد وموجوده في التشو، يبقى اسمها ايه؟ ممكن توصل انترا سيلولار او اكسترا سيلولار، يعني موجوده انترا سيلولار واكسترا سيلولار. اما الماكروفاج، الماكروفاج موجوده في التشو بس، فبالتالي موجوده انترا سيلولار بس. تمام،
في الاخر، في الاخر بقى ان عاوزك تعرف حاجه، معلومه عن النيوتروفيل. النيوتروفيل بعد ما بتموت الميكروب بتتحول لبص. ليه بتموت؟ هي فتره عمرها قصير جدا، من 3 ل 4، من 4 ل 8 ساعات تقريبا، هي فتره عمرها كده تمام. ساعه ما بتقتل الميكروب بتموت وتتحول لبص سيلز. طيب تمام. اما الماكروفاج، لا ده الماكروفاج ده بقى له موضوع طويل طويل، هنحكي بقى في الفاجوسيتوز. طيب تمام كده احنا عرفنا المقارنه ما بين النيوتروفيل والماكروفاج، واللي مش الحاجات اللي مش مكتوبه هنا اكتبها معلش زي ما انا قلتها كده. طيب ندخل في الفاجوسيتوزيس. الفاجوسيتوزيس قلت لك هي البروسيس اللي بيحصل عن طريقها الفاجوسايت بتلتهم الميكروب، بتروجنايز وتنجست وتكل الميكروب. طيب بيحصل بست خطوات لازم تحفظهم لي زي اسمك، وانا هديك رسمه لهم دلوقتي وهقول لك فيهم كذا حاجه كده تعرفها يعني. طيب اول حاجه في فاجوسيتوز عن طريق الفاجوسايت، عن طريق الماكروفاج تيجي للسايت اوف انفكشن. احنا عندنا انفكشن هنا مثلا ولنفترض تمام، هقول لك الست خطوات مره واحده وبعدين هحللهم لك تمام. اول حاجه الفاجوسايت ازاي تيجي الخليه تمام. اول حاجه دليفري فاجوسايت عن طريق حاجتين، حاجه اسمها دايب ديزيز وحاجه اسمها كيموتاكس تمام. تمام تعرفهم اسماء كده وبعدين اقول لك دول ايه. تاني حاجه بتروجنيشن اوف مايكروب، ازاي الريسبتور بتاعتها يرتبط على الميكروب عشان اقدر ايه، اقدر اكل الميكروب ده، اقدر احط الميكروب جوايا. تالت حاجه اسمها فاجوسيتيك اديرنس تو ذا تارجت، دي اسمها اوبسونايزيشن. اوبسونايزيشن دي عمليه خاصه من، عمليه خاصه من الالتهاب تمام، هقولها لك في وقتها تمام. تالت حاجه انجشن، انا اتعرفت عليه فبالتالي التقطه بقى احطه جوه جسم، لما احطه جوه جسم هيكون حاجه اسمها فاجوزوم تمام. تمام لما الفاجوزوم ده يلتحم باللايزوزومال جرانيولز اللي جوه اللي جوه الماكروفاج تمام، سميها حاجه اسمها فاجولايزوزوم. لما التحموا مع بعض تمام اشغل حاجه اسمها انتراسيلولار كيلينج عشان اقتل. طيب تمام سيبك من الكلام ده كله بقى وبص لي في الصوره دي، نكبر معلش الصوره. طيب اول حاجه قلت لك ان انا اجيبها في الاول ديليفري. طيب ديليفري اداه تشو وده باثوجين اللي هو البي ده تمام، وده الباثوجين بتاعه تمام، وده الباثوجين بيطلع توكسي وحصل شويه تشو دامج في التشو تمام اللي احنا راسمينهم باكسات دول. طيب لما يحصل تشو دامج المناعه بترد ازاي؟ والله بالتالي المناعه بتطلع من الخلايا اللي هنا اللي جوه في التشو ديت، بس ما بتقدرش تدمر الميكروب لان الميكروب كبير عليه. لان انت لما بيحصل لك ديزيز مثلا بفيروس او ببكتيريا بيحصل لك بكذا بكذا بعدد كبير، ما فيش فيروس واحد هيعمل لك مثلا هيعمل لك ديزيز، لا ده كذا فيروس كتير. طيب تمام خلينا مع بعض كده. طيب لما بيحصل في تيشو دامج فبالتالي انا لازم استحس المناعه. استحس المناعه عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها الكومبلمنت سيستم. والكومبلمنت سيستم ده هشرحه لك فيما بعد، ده موضوع كبير عليك الوقت، بس انا عايزك تعرف دلوقتي عنده عليه حاجتين، عليه حاجتين تمام. والكومبلمنت سيستم ده موجود مجموعه من البروتينات موجوده في جسم حضرتك تمام. تمام الموجود المجموعه دي موجوده ان اكتف. ان اكتف لما بيحصل لها اكتيفيشن بتتحول ل حاجه اسمها ايه وحاجه اسمها بي تمام. فبيطلع لي هما مترتبين عندي من 1 ل 9 تمام، موجود مترتبين عندي من 1 ل 9. طيب الايه وظيفته ايه والبي وظيفته ايه؟ البي من اسم وظيفته بايندنج، ده بالايه؟ وظيفته اتراكتنت في الثلاثه دول بس. طيب تمام. تمام يبقى انا عندي دلوقتي لما اتهاجمت بالمناعه، المناعه طلعت لي حاجه اسمها كومبلمنت سيستم، والكومبلمنت سيستم البي اتعمل بايندنج على الباثوجين زي ما انت شايف كده السي 3 بي. طيب تمام. طب السي 3 ايه و4 ايه و5 ايه عملوا ايه؟ اشتغلوا ككيمو اتراكتنت. كيمو اتراكتنت ليه؟ عشان اروح اجيب الميكروفاج عشان تيجي تتصرف مع الموضوع ده، ما لازم اجيب خليه تيجي تتصرف، فالخليه اللي تيجي تتصرف هنا هي الميكروفاج اللي لازم تيجي تتصرف هنا. فالسي 3 ايه و4 ايه و5 ايه وشويه بكتيريا البرودكت من اللي اتكسروا هنا وطلعوا عن طريق البكتيريا تمام؟ طلعوا وراحوا عملوا ايه؟ راحوا للميكروفاج، تعالى ميكروفاج الحقيقي. طب الميكروفاج عندي موجوده في البلاد ده، عندي ده بلاد فيزل وده ميكروفاج موجوده فيه. لما الميكروفاج تعرف لا ده انا هاجي بقى. طيب الميكروفاج تيجي وهي جايه تقول لك ده انا مش، ده انا ممكن ما اقدرش لوحدي، ده انا ابعت لايه؟ ابعت حاجه تطلع حاجه اسمها كيمو كاينز. الكيمو كاينز دي تروح تي اكتراكت مور ماكروفاج، مور ماكروفاج من السيتو من الدم تمام. فبالتالي عشان تيجي لي ايه؟ عشان تيجي لي هنا على الانفكشن. طيب تمام احنا حصل انفكشن،
حصل حاجه اسمها الكيمو اتراكتانت. الكيمو اتراكتانت دي لازم تعرفها زي اسمك، يعني ممكن مش مكتوب عندك بس هي مهمه جدا، تمام؟ ولازم ممكن تيجي لك في الام اس كيو اللي هم ايه، سي 3 ايه، سي 4 ايه، سي 5 ايه، قلت لك بما انه ايه، تمام؟ فيعمل اتراكشن، تمام؟ فيعمل اتراكشن للماكروفاج. طيب تمام. ومنهم كمان مجموعه اسمها البكتيريال برودكت، والكيمو كاينز بتشتغل كمان ككيمو اتراكتانت لانها بتستحس كذا ماكروفاج كمان. طيب تمام. الماكروفاج جت عندي ايه؟ طيب تمام، بما ان الماكروفاج جت عندي طلعت في البلاد ده، بعد ما تطلع في البلاد مش هتعرف تنزل للتشو على طول كده. طيب انا قلت لها نبهتها ان هي تيجي، طب هتيجي ازاي؟ هتيجي عن طريق لما بيحصل انفكشن بيطلع حاجه اسمها الهيستامين. الهيستامين انت عارف ان هو بيعمل فازو دايلاتيشن في البلاد فيزل، فلما البلاد فيزل يوسع، تمام، اللي بيحصل حاجه اسمها الديابيديز. الكلمه ده كله اسمه ايه؟ ده كله اسمه كيموتاكسيس. كيموتاكسيس اللي هو بيطلع شويه كيمو اتراكتنت يروح اتراكت الماكروفاج. طيب الديابيديز، الديابيديز اللي الماكروفاج بقى تيجي للسايت اوف انفكشن، تيجي ازاي؟ تروح تعمل رولينج، وبعدين تروح تيجي على المارجن كده، حاجه اسمها مارجنال، تمام، وبعدين تيجي لك هنا، تيجي لك على السايت اوف تيزاتيشن. طيب تمام، احنا كده عملنا كيمو اتراكشن اللي هي بالكيموتاكسيس، وبعدين عملنا ايه؟ عملنا الدايبديسيس. دي معلش دي غلط، ما دي الدايبديسيس معلش. بعد كده زي ما احنا قلنا دي، ما دي معلش دي مش كيموتاكسيس، ده الدايبديسيس. الدايبديسيس اللي هي مايجريشن اوف سيلز، احنا كده اتعرفنا الماكروفاج عرفت ان في هنا سايت اوف انفكشن فهتروح، فعمليه المايجريشن بقى من الفاسكولار تيشو ليه، من البلاد فيزلز للتيشو، تمام، دي اسمها الدايابديسيس. طيب تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه ازاي اعمل بقى ريكوجنيشن؟ اعمل ريكوجنيشن ازاي؟ بعمل ريكوجنيشن عن طريق ريسبتورز موجوده على الماكروفاج. الريسبتورز ديت بتقدر تتعرف على الباثوجين. الريسبتورز دي اسمها تول لايك ريسبتورز. طيب تمام، الريسبتور اسمها تول لايك ريسبتور او مانوز بايندنج ريسبتور، تمام. دول حاجتين، التول لايك ريسبتور بتعرف على الباثوجين البكتيريا، تمام تمام. طب امال المانوز؟ المانوز بتعرف على الفيروس. طيب تمام، الحاجتين يمكن اللي عندكم التول لايك ريسبتور، وده ام اس كيو مشهور جدا، يقوم قايل لك الريكوجنيشن عن طريق التول لايك ريسبتور. طيب التول لايك ريسبتور هيتعرف على الباثوجين فبالتالي هيرتبط بيه، فيرتبط بيه فيحصل عمليه الفاجوزوم بقى والكلام ده. طيب تمام، يعني انت عايز تفهمني ان الباثوجين، اي باثوجين او اي بكتيريا او اي حاجه ممكن تتمسك بالسهوله دي؟ لا طبعا. تمام، ممكن مش خدنا حاجه في البكتيريا والكلام ده، حاجه اسمها فيريولنس فاكتور. يعني ايه فيريولنس فاكتور بقى؟ فيريولنس فاكتور يعني عوامل شراسه للخليه، فبالتالي الكبسول مثلا، هي لو عليها كبسول قلنا الكبسول ده عامل شراسه ليه؟ لان الكبسول التول لايك ريسبتور زي كده بتعرف على استراكشر معين على الباثوجين، تمام تمام. فلو هو الاستراكشر المعين ده متغطي بكبسول، فبالتالي التول لايك ريسبتور مش هيعرف يجيبه، فيحصل عمليه اسمها ايه؟ عمليه اسمها الاوبسونايزيشن، ودي ثالث خطوه. الاوبسونايزيشن حاجه اسمها هيلبت فاجوسايتوز، الخليه الفاجوسايت مش عارفه يعمل عن طريق التول لايك ريسبتور مش عارفه تمسك الميكروب، فتعمل ايه؟ لان الميكروب محاط بكبسول زي ما انت شايف قدامك في الصوره كده. طيب تمام، طب انا اتعرف عليه ازاي؟ اتعرف عليه عن طريق حاجه اسمها اوبسونايزيشن. يعني ايه اوبسونايزيشن؟ تعال نعرف حاجه اسمها، عندك حاجه اسمها الانتي بودي او الاجسام المضاده. الانتي بودي ده بيتكون من حاجتين، هو نفس الاستراكشر زي ما انا رسمه كده. طيب تمام، اول حاجه اسمها فاب، الحته اللي فوق دي اسمها فاب، دي اللي بتتعرف على الانتيجين، اسمها فراجمنت انتيجين بايندنج، تمام. وحاجه اسمها الاف سي، تمام تمام، الجزء اللي تحت اسمه اف سي. طيب الفاب اكيد ده اللي هيرتبط بالانتيجين، تمام تمام. طيب الاف سي هيرتبط بايه؟ بالماكروفاج. في نوع من الانتي بودي اسمه اي جي جي، تمام، ده اللي بيعمل حاجه اسمها الاوبسونايزيشن. طيب الحاجه الثانيه اللي بتعمل اوبسونايزيشن حاجه اسمها ايه؟ اسمها سي 3 بي. انت مش فاكره؟ اهو مش هو ده، تمام، ده اللي بيرتبط بالباثوجين. ده برضو له ريسبتور معين على الماكروفاج ممكن نرتبط بيه، فبالتالي ممكن يعمل عمليه الاوبسونايزيشن. فالاوبسونايزيشن تعرفها اللي هي حاجه اسمها هيلبت فاجوسايتوزيس. طيب تمام، الاوبسونايزيشن قلنا ان هي هيلبت فاجوسايتوزيس، فبالتالي عن طريق اي جي جي او السي 3 بي. طب الاي جي جي والسي 3 بي اسموهم ايه؟ اسموهم اوبسونين، عوامل بتقدر تعمل بتقدر تعمل تساعد الفاجوسايتوزيس ان هي تحصل، او بتاع عوامل بتعرف تعمل اوبسونايزيشن. طيب تمام، فهمنا الحته دي. ده نمره ثلاثه للاوبسونايزيشن، لو الميكروب انا مش عارف اوصله مثلا، لو هو محط نفسه بكبسول او كده. طيب تمام، فبتعرف عن الاي جي جي او السي 3 بي. طيب نمره اربعه،
انا خلاص اتعرفت على الميكروب واعرف اعمل له انجيشن، فاعمل له انجيشن عادي، اعمل له انجيشن عن طريق السودوبوديا بتاعت الماكروفاج، تمام، تحطه عندي واسميها فاجوسوم، لان الميكروب بيتحط جوه البتاع، هو جوه الماكروفاج، فسميها فاجوسوم. وده عندي اللايسوسيم اهو بتاع الخليه. طيب تمام، اللايسوسيم دي هيرتبطوا، لازم يرتبطوا مع بعض، فيرتبطوا مع بعض في العمليه نمر خمسه عندي اهي، واسميه فاجو لايزوزوم. الفاجو لايزوزوم هو ارتباط الفاجوزوم اللي عندي اللي دخل جوه، تمام، باللايزوزايم بتاعت الخليه، عشان يحصل له ايه؟ عشان يحصل له انتراسيولار كده. طيب تمام، ارتبطوا مع بعض، تمام. بعد ما ارتبطوا مع بعض هيحصل حاجه اسمها الفاجو لايزوزوم، وبالتالي الماكروفاج شغل حاجه اسمها الانتراسيولار كلينج. الانتراسيولار كلينج بيتر عن طريق حاجتين، يا اما اوكسجين ديبندنت، يعتمد على الاكسجين، تمام، واستخدم الاكسجين عشان اصنع فري راديكلز. فري راديكلز زي تقدر تدمر لي الميكروب اللي عندي ده. الفري راديكلز دي ممكن تكون H2O2، تمام، اللي هو ميه الاكسجين اللي هو H2O2، او ممكن تكون السوبر اوكسيد، تمام، او ممكن تكون النيتريك اوكسيد. الثلاث حاجات دولت بشغل الاكسجين ديبندنت، واحولهم احول الاكسجين لحاجه من الثلاث حاجات دولت، فبالتالي اقدر اعمل انتراسيلولار كيلينج للخليه عندي. طيب تمام، في حاجه اسمها النون اكسجين ديبندنت، ما بتعتمدش على الاكسجين، تمام، دي بتبقى عن طريق 4L. اول حاجه اسمها اللاكتوفيرين. اللاكتوفيرين ده بيعمل ايه؟ اللاكتوفيرين ده بيطلع من جوه الماكروفاج، بيعمل ايه؟ بيعمل ايرنيكليتنج، بيشتغل كايرنيكليتنج. فلما يشتغل كايرنيكليتنج، ايرنيكليتنج يعني ايه؟ يعني بيمنع بيحرم البكتيريا من الايرن بتاعته. فالاول الايرن مسؤول عن البكتيريا الجروس، فبالتالي البكتيريا ما يحصلهاش جروس فتموت. طيب اول حاجه. تاني حاجه اللي هو اللايزوزوم الجرانيولز. الجرانيولز دي جواها انزيمات قاتله، تمام، للخليه، نيوكلياز وهكذا، تمام، فتقدر تدمر الخليه هنا هي او لايزوزوم الانزيمز على طول، فتقدر تدمر طول الثلاثه ال والرابعه اللي هي اللو بي اتش. اللو بي اتش فبالتالي يبقى البي اتش بتاع الخليه اسيدك، فلما يكون اسيدك فيبقى مش فيبقى عندي مش ملائم للخليه، فبالتالي الخليه تموت. طيب تمام، احنا دمرنا الخليه خلاص، تمام، حصل انتراسيلولار كلينج. طيب تمام، انت دمرتها. طيب تمام، احنا دمرنا الخليه خلاص، فتحول لايه؟ كل الخليه بتتحول في الاخر حاجه اسمها بيبتايدز. الماكروفاج بتحولها حاجه اسمها بيبتايدز. البيبتايدز دي، طب هي بتحولها البيبتايدز ليه؟ وما انت كده وظيفتك لسه ما انتهتش. وظيفه النيوتروفيل اللي هي انتهت عن طريق ان هي خلاص موتت لي شويه خلايا وتحولت لبص وماتت خلاص. طيب الماكروفاج، لا الماكروفاج انا وظيفتي ما انتهتش، لا ده البيبتايد اللي عندي انا لازم اروح اعرضه على المناعه، ده لازم اعرض على المناعه الموضوع ده كله. ليه؟ لان الماكروفاج ما تقدرش تموت الخلايا دي كلها لوحدها، لانك مثلا عن طريق الهيباتيتس بي فيروس، اللي عشان تصاب بالهيباتيتس بي فيروس لازم يحصل لك 40,000 فيروس يدخلوا جسم الانسان. لما 40,000 فيروس يدخلوا لك وانا موتت واحد بالست خطوات دول، طب ال 39,999 دول هعمل فيهم ايه؟ لازم اروح اقول للمناعه، اجيب المناعه الادابتيف ايمون تشغلها، تمام، عشان تيجي تموت لي، تطلع لي التي سايت توكسيك دي تقتل، تطلع لي التي هيلبر تيجي تقتل وهكذا. طيب تمام، عن طريق ايه؟ عن طريق انها بتعمل انجين بريزنتيشن، تمام، وده الموضوع اللي بعد ده على طول، وقلت لك عشان كده المناعه مرتبطه ببعضها. طيب تمام، تعال نمشي مع بعض. حصلنا ان عملنا انتراسيلولار كيلينج عن طريق الاكسجين او النون اكسجين، تمام، وحولناها الى بيبتايد. لما حولناها لبيبتايدز قلت لك لازم اعرضها عندي، مش احنا حولناها لبيبتايد ده؟ البيبتايد عندي يطلع هنا اهوت على سطح الخليه، لما يطلع لي هنا هيبقى هتبان هنا في الصوره هنا. البيبتايد عندي اهو، البيبتايد عندي لما يطلع لي على سطح الخليه يتعرض على حاجه اسمها ام اتش سي كلاس 2، تمام. هناخد الام اتش سي في موضوع منفصل لوحده، بس تعرفني ان البيبتايد الانجين بريزنتنج سيل بتعرض على حاجه اسمها الام اتش سي كلاس 2. الام اتش سي كلاس 2 يعرض البيبتايد عندي، لما يعرضها الام اتش سي كلاس 2 يروح يحفز لي المناعه، يحفز لي المناعه الادابتيف ايمينيتي، يشغل لي ايه؟ يشغل لي التي هيلبر سيل، فالتي هيلبر سيل تروح تجيب لي الانتي بودي، والانتي بودي يجي يدمر بقى، او التي هيلبر تروح تشغل لي التي سايت توكسيك، ونبدا بقى الادابتيف ايمينيتي اللي هو حوار طويل اصلا. ان هو عايز افهمك في الاول وفي الاخر، النيت ايمونتي بتتهي في الاخر بادابتيف ايمونتي، لان النيت ايمونتي ما تقدرش تقتل 40,000 ميكروب من الواحده، تمام؟ تمام. فزي ما قلنا البيبتايد بيتعرض على الخليه من بره بحاجه اسمها انجين بريزنتيشن. فالفاجوسايت دلوقتي بتشتغل بكذا طريقه. الفاجوسايت بتعمل فاجوسايتوزيس، بتعمل انتيجين بريزنتيشن، وبتطلع عليها وظيفه ثالثه اللي هي بتطلع حاجه اسمها السيتوكاينز، والسيتوكاينز زي الانترليوكينز وهكذا وغيرها، وهناخدها بعدين.
طيب تمام، احنا كده خدنا الست خطوات وطولنا في الفاجوسيتوز لانها عمليه مهمه جدا وبالرسم طبعا زي ما احنا قلنا كده. نوصل بقى، تعال نقرا بقى من هنا. تمام، اول حاجه الليفر الفاجوسايت، قلت لك دايبديسيز، وقلت لك كيموتاكسيس، قلت لك كيموتاكسيس عن طريق السي 3 بي و4 اي، سي 3 اي و4 اي و5 اي. تمام، وقلت لك البكتيريا البرودكت كمان، وقلت لك الكيمو كاينز كمان بتعمل كيمو اتراكشن. طيب تمام، دول والدايبديسيز قلت لك ان الفاسكولار كومبارتمنت زي ما في الصوره عندك كده، الماكروفاج بتعدي الفاسكولار كومبارتمنت عشان تروح التشو. طيب تمام، تاني حاجه اللي هي الريكوجنيشن، الريكوجنيشن عن طريق قلت لك التول لايت ريسبتور، قلت لك مهم ام اس كيو. تمام تمام، تالت حاجه اللي هي الفاجوسيتيك ادهيرنس او اللي هو الاوبسونايزيشن، قلت لك كوتنج الميكروب باي اوبسن انتي بودي او كومبلمنت كلاس 3 بي و4 بي. تمام تمام تمام، زي ما انت شايف كده، ادا الانتي بودي اهوت، ادا الفاب بتاعه، وادا الاف سي، ادا الفاب بيمسك فيه الباثوجين اهوت، والاف سي بيمسك فيه الماكروفاج عندي اهوت، ويحصل حاجه اسمها الاوبسونيزيشن، البايندنج اوف مايكروب للريسبتور والفاجوستيك سيل زي ما قلت لك في العمليه اللي هناك. رابع حاجه اللي هو انجلفمنت بقى، او التهام المايكرو. بعد كده بيحصل فيوجن من الفاجوزوم مع اللايزوزوم بتاع الخليه، ويحصل له حاجه اسمها الفاجولايزوزوم الدايجستيف، اسمها دايجستيف بليت فيزيكلز. تمام، بعد كده بيحصل انتراسيلولار كيلنج زي ما قلت لك، يا اما باكسجين اندبندنت عن طريق حاجات مش اكسجين، اللي هو اللايزوزوم الجرانزوز او اللاكتوفرين اللي قلت لك بيشتغل كايرن كرياتور او اللو بي اتش، فبالتالي اللو بي اتش بيقلل بي اتش بتاع الخليه فيبقى اسيدك. تمام، او اللايزوزوم الانزيمز ذات نفسها بتخش تدمر لي على طول بتخش تدمر لي الميكروب اللي عندي. طيب الاكسجين ديبندنت اللي هو بيستخدم الاكسجين بتاعي، تمام، فيعمل يحصل توكسيك اوكسجين ديريفد برودكت، تمام، وتوكسيك نيتروجين اوكسيد زي ما قلت لك اللي هم الاتش 2 او 2 والان او، تمام، والسوبر اوكسيد. طيب تمام، الناتشرال كيلر سيل ده هندرسها بعدين، بس هي موجوده فين؟ في الانيت ايمنيتي. تمام تمام، بعد كده السوليبل ديفنس بقى. السوليبل ديفنس عندي ثلاث حاجات، اول حاجه اسمها كومبلمنت سيستم اللي انا كلمت لك عنده، اللي هو بيحصل بيعمل اوبسونايزيشن، وبيعمل كمان بيشتغل كيمو اتراكتن. تمام، تاني حاجه اللي هو السيتوكينز بتاع النيت اميونتي. يعني ايه سيتوكينز بقى؟ سيتوكينز دي حاجات بتطلع عن طريق الاميون سيل. تمام، بتطلع عن طريق الاميون سيل، وبتعمل بتعمل كوردينيشن للفانكشن بتاع الاميون سيل، وهناخدها في مكانها برضو. تالت حاجه اللي هو البلازما بروتينز اوف النيت ايمنيتي، وبما انه جاي لوحده كده فممكن يجي شورت نوت لوحده. السولوبل ديفنس ممكن تيجي لك شورت نوت، يقول لك السولوبل ديفنس عباره عن ايه؟ تقوم قايل له سي وبي، السي اللي هي الكومبلمنت والسيتوكينز، والبي اللي هي البلازما بروتين. البلازما بروتينز دي بروتينات موجوده في جسمك ب كميه قليله، لما بيحصل اكيوت انفكشن عندك البروتينات دي بتخرج زي المنوز بايندنج ليكتين والسيري اكتيف بروتين. لما بتخرج عندك البروتينات دي بتروح تحفز الانفكشن. تمام، بتعمل ايه؟ بتحفز بايه؟ بتحفز بايه؟ الاكيوت انفكشن. تمام، فالاكيوت انفكشن يحفزها لي وتروح تسيركيوليت في البلد وتعلى في البلد. لو انا حللت لك سيري اكتيف بروتين، لو السيري اكتيف بروتين عندك عالي، ده انديكيشن عندك ان انت عندك انفكشن او انفلاميشن عندك في جسمك. تمام، بس نون سبيسيفيك. السيري اكتيف بروتين طبعا نون سبيسيفيك لانه بيطلع في اي اكيوت انفكشن، فسمينا الحاله دي اسمها اكيوت فيز ريسبونس. تمام تمام، طب بتحصل ازاي؟ بيتكون ازاي؟ بيتكون عن طريق ان الميكروب اللي عندي بيحفز الميكروفاج، فالميكروفاج بتطلع حاجه اسمها الانترليوكينز. الانترليوكينز ديت من اسمها انترليوكينز، انتر يعني بين، ليوكو جاي من ليوكوسايت، وليوكينز اللي هي بروتينات بتطلع تنظم اللي بتطلع تنظم بتطلع تنظم الفانكشن ما بين الاميون سيلز وبعضها. تمام، فبالتالي السير اكتيف بروتين والمنوز بيندنج ليكتين يعلو في الجسم، وده حاجه اسمها اكيوت فيز ريسبونس، وده ممكن تيجي لك ام سي كيو. يعني ايه اكيوت فيز ريسبونس؟ ان هو بيعلى السير اكتيف بروتين والمنوز بيندنج ليكتين عندك في جسمك. طيب كده احنا خدنا السوليبل ديفنس، كده احنا خلصنا الجزء الثاني اللي هو الكومبوننت. ثالث حاجه هنتكلم عن الموضوع اللي هو المختص بنفسه اللي هو الانتيجين بريزنتنج سيل بقى. طيب احنا مش خلصنا، دمرنا بالمايكروفاج. تمام، لما الميكروفاج دمرت وخلصت وتحولت لبيبتايدز، تمام، حولت لبيبتايد، عملت لي برزنتيشن، قلت لك هتعمل برزنتيشن على حاجه اسمها ام اتش سي كلاس 2. طيب تمام، لما عملت برزنتيشن على ام اتش سي كلاس 2 عشان تشغل ايه؟ عشان تشغل المناعه الادابتيف اميونيتي بقى،
اللي هو التي ليمفوسايت والكلام. طيب تمام، الانتيجين بريزنتنج سيل مش خليه واحده، مش الماكروفاج بس، ده ثلاث خلايا مهمين عندي قوي، تمام، بيعملوا انتيجين بريزنتيشن. انت عرفت يعني ايه انتيجين بريزنتيشن طبعا عشان تشغل ادابتيف اميونيتي. تمام. فالانتيجين بريزنتيشن بيحصل بثلاث خلايا عندي، ثلاث خلايا اللي هم دامبلز، اللي هو تعرفهم دي اسم دامبلز، اللي هو الدي ام بي، اول ثلاث كلمات من دامبلز، اللي هو الدندريتك سيل والماكروفاج والبي ليمفوسايت. طيب تمام، دول ام اس كيو طبعا للصبح، يعني ايه الانتيجين بريزنتنج كيس ده تكون حافظه، لازم تكون عارف. طيب موجوده فين؟ موجوده في السكن، في الجي اي تي، في الريسبيراتوري تاكت، ما يهمنيش كل ده، مكان انتر بتاع الميكروب عليه انتيجين بريزنتيشن عشان اتعرف على الميكروب ده، عشان اشغل ادابتيف ايميونت على طول. ما هو الكلام ده ما بيحصلش في الكلام اللي انا بقول لك فيه، لا ده بيحصل على طول مباشر، ساعه ما اتعرف على الميكروب اعمل انتيجين بريزنتيشن واعرضه على الادابتيف ايميونت على طول. تمام. فوظيفتها انها بتعمل ايه؟ بتعمل ثلاث حاجات، بتعمل كابتشر وبتعمل ترانسبورت وبتعمل بروسيس للبروتين انتيجين لبيبتايد. مش احنا قلنا الليست انت واخدها في الماكروفاج اهي، كسرنا البيبتايد في الاول عشان نعرضه على التي سيلز، تمام، هي بتعمل نفس الخليه. طب بتعرض عليه على ام اتش سي كلاس 2، ام اس كيو برضه للصبح يقول لك بتتعرض عليه، تقوم له ام اتش سي كلاس 2، لان الام اتش سي في منه انواع، ام اتش سي كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3. تمام. امال ام اتش سي كلاس 2 كلاس 1 ده موجود في كل النيوكليت سيل، تمام، وهناخده في موضوع وابقى اشرح لكم على الانجن بريزنتنج ازاي، لان الموضوعين تقريبا مرتبطين ببعض، بس انا بشرح لك دلوقتي الانجن بريزنتيشن. بما انك قلت لك الماكروفاج فالانجن بريزنتيشن له علاقه بيه. تمام. طب الفانكشن بتاعته ده سؤال بس برضه نظري مشهور قوي. تمام، فبتعمل ايه؟ زي ما قلت لك دلوقتي، اول حاجه بتعمل كابتشر وترانسبورت الانجن للبريفرال ليمفويد تيشو، تمام، ثاني حاجه بتبروسس الانتيجين بتحوله للبيبتايدز عندي عشان اقدر اعرضه عليه، عشان اقدر اعمل له برزنتيشن للتي ليمفوسايت. فبتعمل حاجتين انت عرفتهم دلوقتي، بروسس الانتيجين للبيبتايد، وبالتانية تاني حاجه تالت حاجه تاني حاجه هتعمل البريزنت للبيبتايد للتي ليمفوسايت، وبتعمل كمان وظيفه اللي هي بالترانسبورت، بتنقل الانتيجين على البريفرال ليمفويد تيشو عشان اقدر اتعرف عليه. طيب تمام. دول الثلاث خطوات والفانكشن بتاعتها مهمه جدا. كده احنا خلصنا، احنا كده واقفين مع الكورس ان شاء الله، كده احنا خلصنا الجزء اللي احنا كنا عايزين نقوله. تمام، بالتوفيق يا رب، والفيديو ده يا رب يكون يعجبكم، وهنزل لكم الورق برضو على القناة، وبالتوفيق دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.